قبل سنة من الآن وبعد مشكلة عقارب وتفاقم تكدس النفايات في ولاية صفاقس، كانت تعهدت وقتها السلطة الجهوية والسلطة المركزية بمعالجة الأمر. سنة تقريبا بالضبط، يعني بعد سنة من الآن لا زال المشكل، بالعكس ولينا في كارثة بيئية. إلى أي حد السلطة مسؤولة عن فشلها في معالجة هذه الكارثة البيئية؟ صحيح للأسف أستاذ حسين وجميع مشاهدي قناة الجزيرة قناة الزيتون الغراء، موضوع البيئة وموضوع المخلفات يعني المنزلية وغيرها في الجمهورية التونسية الحقيقة هو موضوع تراكمي، ليس وليد اللحظة ولا وليد اليوم. ومعناها هذا الموضوع عجزت يعني الحكومات المتعاقبة على إيجاد حل جذري له. والحقيقة الثانية أن قيس سعيد المسؤول على السلطة منذ يوم 25 جويلية 2021 فشلا ذريعا في إيجاد الحلول لهذه الإشكالية. هذه الإشكالية سيدي العزيز لا يمكن حلها أبدا في مستوى محلي تونسي فقط، هذه الإشكالية يمكن أن تحل من خلال تعاون دولي وشراكة دولية. وسيد قيس سعيد حرص على أنه يذهب إلى القمة العربية، يذهب إلى يعني عدة تظاهرات دولية، ولكن أهم قمة للمناخ يعني السنة هذه والسنة الماضية تغيب عليها قيس سعيد وتغيبت عليها حضور طوعي الجمهورية التونسية. كان ممكن في شرم الشيخ بنها في اسكتلندا أن تونس عرضت هذه الإشكالية على شراكات حقيقية مع الدول الأوروبية اللي بيننا وبينها يعني شراكة يعني استراتيجية من أجل حل مشكلة هذه الفضلات، لكن سعيد يعني خيرها بعد رئيس حكومته التي تبادلت يعني الاتصالات مع رئيس ديان الصهيوني. نعم ولا شيء آخر. بينما الدول العربية الشقيقة تمكنت في مؤتمر كوب 27 بالحصول على تمويلات كبيرة وكبيرة جدا، كان موضوع المناخ غير مناخي وموضوع يعني البيئة وموضوع هو قضية الحصر. والآن هناك تمويلات كبيرة وكبيرة جدا من جميع أنحاء العالم، سواء إقليميا عندما نقصد المملكة العربية السعودية عندها مشروع كبير جدا وممكن تساعد في هذا المجال، او دوليا كما يعني البلد المتحده اللي قدمت مصر قد قرابه مليار دولار، بينما تونس لم تتحصل الا على بعض الاقتسامات. وهذه الاقتسامات دفعتها وتداعياتها السياسيه خطيره وخطيره. انا عندي ثقه كبيره في اهالي و يعني مهندسين وشباب صفاقس أنهم بإذن الله تعالى بقواهم الذاتية وبالمجتمع المدني وفي دعم كذلك يعني من البلديات الأخرى أنهم سيجدون الحل في صفاقس ولغير صفاقس. نعم موضوع هذا موضوع حساس جدا وأصبح موضوع صحة عامة بل موضوع أمن قومي، ولكن للأسف تونس بدون رأس. تونس يعني يقع التفكير في يعني تتبع المعارك وفي اشياء يعني سياسيه، بينما الاشياء الحقيقيه التي تهم مواطن تونسي تهم المشاغل الحياتيه تهم التونسي تهم صحه مواطن تونسي. سيد ماهر لا تجد الاهتمام الكافي من اعلى هرم السلطه.